رغم تغير الظروف والأزمان والسياسات، لكن الثابت دوما علاقات الأخوة والشراكة والتعاون والندية والاحترام المتبادل، إنها العلاقات الليبية المصرية. ولعل وجود هذا النصب التذكاري اليوم ماتلا أمامنا في منطقة أبو رواش إلا دليل على عمق وصلابة وقوة هذه العلاقة ومتانتها بين شعبنا الواحد في البلدين الشقيقين. الأخوات والإخوة، إن احتفالية حركة المقاومة الوطنية لتأسيس النواة الأولى للجيش الليبي، هذا الجيش الذي قاوم المستعمر الأجنبي وساهم في تحقيق الاستقلال، هو ذاته الجيش الذي حرر ليبيا من القواعد الأجنبية الإيطالية والإنجليزية والأمريكية عن أرض الوطن، وهو ذات الجيش الذي يقود عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر، الذي يقارع الإرهاب ويحمي البلاد من العدوان الأجنبي التركي والمرتزقة الإرهابيين الأجانب بهدف إقامة دولة القانون والمواطنة والمؤسسات، وبهدف أن يعيش المواطن الليبي حياة حرة كريمة فوق أرضه ملؤها السلام والاستقرار والازدهار، لا إرهاب ولا فوضى سلاح ولا ميليشيات خارجة عن القانون، هي حرب يقودها الشعب الليبي بكامله، يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة وأن الفقرة 14 من القرار تطلب بوضوح من الأمين العام التواصل مع كافة الأطراف في الأزمة الليبية تمهيدا لحلها. ونحن حكومة ليبية كأي حكومة من العالم منتخبة من البرلمان وتمثل الأداة الشرعية والقانونية والأخلاقية والوطنية الوحيدة التي يترأسها الأستاذ عبد الله التني، والتي تسهم في حلحلة المشكلات للمواطن الليبي في كافة المدن والجهات في الشرق والوسط والجنوب وعلى أكثر من ثلثي الأراضي الليبية، وهي من بادرت اليوم بالتنسيق مع مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة لإحياء هذه الاحتفالية الهامة. إننا نهدف من هذا العمل استحضار الذاكرة الوطنية بهدف الذهاب إلى مصالحة وطنية شاملة لا إقصاء ولا تهميش لأي طرف سياسي، شريطة عدم استخدام القوة أو التلويح بها، وأن الدولة وحدها هي من يحتكر القوة والسلاح، وإننا نطمح لعمل مؤسسي ينهي حالة الانقسام والفوضى ويؤسس نحو ليبيا الجديدة لكل الليبيين بدون تهميش، ونحتكم فيها لصندوق الديمقراطية وليس لصندوق السلاح، ونتسامى عن جراحنا ونبني المستقبل ونصنع السلام، سلام الشجعان، نحو أفق جديد وفضاء جديد وولادة جديدة لليبيا الجديدة التي لن تكون إلا بجمع السلاح ونهاية الميليشيات ونهاية الإرهاب والمرتزقة الإرهابيين وبسط سيادة الدولة والقوات المسلحة على كامل الحدود، لننعم بخيرات بلادنا، لا مدن هشاشة ولا مدن ظل، لا مدن منتصرة ومدن مهزومة.